لا ما احنا دلوقتي هنظبط ضوافرها. وقف كده، دي الاهمال بتاع الضوافر يا شباب، هنظبطها ان شاء الله وهتتفرج على الشغل، وان شاء الله البقره دي والدك فيها بيع برضه، موجوده عندنا في المزرعه. هات يا معلم اربط وراها دي يا معلم علي. وراها ذكر؟ وراها ضابط يا حاج. ما شاء الله، اربط يا معلم. دلوقتي احنا هنوريكم بنقلمها ازاي ونظبطها، لان كانت عندي فلاح، والفلاحين دول في ناس بتنظف وفي ناس ما بتنظفش، بتستخسر تجيب المعلم يظبط رجلهم، والرجلين ديت بتعمل سوس وبتعمل دمامل، فلازم تتنظف من تحت ومن فوق عشان خاطر السوس والدم. احنا الوقت عند المعلم علي هنظبط العمل. ارفع رجلها الناحية التانية يا معلم علي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس طولي بعد. محمد فين؟ محمد فرح في العزبة. اه صدق انا معدي على العزبة كده راجل فرح. شوف الضفر عامل ازاي علي؟ شوف الضفر ده بيعمل سوس وبيعمل حاجات وحشة خالص، وبيعمل دمام. ناس بتربط دايم وخلاص مش عارفين قيمتها. اي والله يا عم. هنجيبها من تحت لانه مش هيجي من هنا. هو الضفر ده يا جماعه يعني ليه برضو قوانين، يعني في لحم ودم برضو شغال فيه، فلازم اللي يشتغل كده يعرف هو بيعمل ايه، مش اي حد يعني، لازم يكون عنده خبره. سيب اللي عندك كده يا معلم علي، تعال ارفع دي. اه شغال. انا بضحك معاك ده المعلم محمد. دي حاجه قولي بس. ايوه مش لاقي حاجه اقولها. شوف ساعه، شوف علي الكلام اهو. ايوه ومربي. اهمال يا اخي، اهمال اهمال. ده شوف حفيره طول ايه. الله ينعني ابو اللي كرب. اي أيوة والله. ايه الصف بس يا كلب. ان شاء الله يا حاج علي الضوافر ده هتظبط معاك ان شاء الله. ان شاء الله. انت شوف. لا صحيح، شوف انت يا حاج محمد مش تعمل حاجه. شين ايوه ايوه من واخد بال، واخد بال. بتتكلم جد والله؟ واخد باله والله. الله اكبر. واخد باله صحيح. شوف الشغل. أيوة. سوس سوس وكيل، سوس وكيل اهوت. كل دي، كل دي زايد بدل ما فيش خراج خلاص. لا يعني. كل دي زايد. أيوة يا عم الحاج. زايد ليه بقى؟ لان لازم البهيم يتجلم. ما متفرغه جوه اهي. اه لازم البهيم يتجلم ويتنضف من تحت ومن فوق. امال باجي اقول لك اتجلم بتقول لي لا حلوين ليه؟ ما هو في بهيم تبقى حلوه ما ينفعش تتجلم. هو انت هتجلم لو بهم سليم هتجلم ليه؟ العجل دوت زي ما تقول كان مزنوق. اه بس ما اعرفش بقى اتنطح، ما اعرفش عجل ركب فوق ظهره واجى يقوم من ورا كده. عندك عجل تعبان يعني؟ هو قاله ده خش على شوط. هنبص عليه الوقت. شايف؟ ماشي. طب عشان انا ماشي. راح تجيب برسيم؟ اه. طب روح جيب برسيم، انا هعدي على بكره ابص عليه. طيب مش لاقي. شوف يا عم الحاج السوس ده، البقره ديت لو فضلت هنا اسبوع هتزيد النص. نفسك شوف شوف يا عم. فرق في فرق. الله الوكيل. يعني شوف ديت في فرق جامد من الثانيه. الثانيه الله اكبر عامله ازاي. هنظبطها ان شاء الله زي ديكي يا جماعه. يعني اللي عنده بهايم المفروض ما يسيبش الضوافر كده، لان الضوافر دي بتعمل سوس وبتعمل قرف. ارفع دي كده يا علي لو بعد اذنك. ارفع ديت. اه ومن تحت هي مظبوطه، ودي سوس اهو، والسوس دي خلاص نضفه بقى 100%. حط عليها شويه زيت اخضر دلوقتي ولا شويه مطهر وهتبقى 100%. ما تنساش بقى تشترك معانا مع المعلم محمد هلال. هات فارس السكينه والشكوه.
متسوسه، الضوافر مخوخه من تحت. رجاء للناس الفلاحين تظبط العمل شوي. شوف الله اكبر. بس ما عايزك يا علي ما توقفهاش على الصبه يومين. ماشي يا معلم؟ يومين بس يابا، وبعد كده وقفها براحتك. سيبها كده يابا، تعال ارفع دي. كل دي زوايد، بتدخل جله، مات الجله وبتدخل الجله بين الضفر والضفر وتعمل سوس جله. هذا غلط. وخلي البهيم ما يحلوش، يعني البهيم مهما ياكل عمره ما يحلو. شوف يا عم، اتفرج يا عم. شوف. شوف. ان شاء الله هتبقى 100 100. عندك بقى في الاجانب بيشتغلوا بايه؟ بصاروخ، والصاروخ ده مريحهم الله وكيل يعني. اه بيعمل بالصاروخ كده على السرير. الصاروخ والبقره بدهم خشه في مكان بقره ما بتتحركش. بس كل واحد له شغل. سبحان الله كل واحد له طريقه في الشغل، مش كله زي بعضه طبعا. واللي راعي ربنا في شغله ربنا بيبارك له. كفايه كده عشان تمشي وان شاء الله تبقى مني. وبعدين الجله اللي على الضوافر ده تعمل سوس يا حاج، فيا ريت الناس تنضف اول باول، ما تسيبش جله ولا تسيب ميه بتاعت الزريبه. اهم حاجه النظافه، النظافه مطلوبه. هتنضف، هتعلف، هتلاقي لبن، هتلاقي لحم، هتظبط العمل، هتخف الامراض عندك. بس والضفر دي تعبها شوي، وبالشفا ان شاء الله. شوف الجله دي، الجله دي بتعمل سوس. الناس اللي بتسيب الجله تحت البهاي والله بتعمل سوس، والبهاي ما بينفعها. لازم تنضف الجله دي، تنضف تحت البهايم، البهايم تحلو معاه، يزيدوا اللبن. لو عندك لحم حتى تزيدوا في اللحم. عندك بقى الناس بتوع اللحم اللي يقول لك سيب الجله تحت البهايم عشان يحلو، ده اكبر غلط، اكبر غلط. لما تسيب جله تحت البهايم حتى لو هي حتى ايه طينه زي دي كده، ما ينفعش. لازم تنضف تحت البهايم عشان ربنا يبارك لك. نظافه من الايمان. بالصلاة على النبي، هي بعد ما خلصت ربنا يبارك لك يا معلم علي. اسحب بقى على طول كده، امشي بقى خطوة. تحس ان هي خفت كده، ما كانت شايلة تقل. تعالى يا معلم، يلا رب، ربنا يبارك لك يا رب. متنساش بقى تشترك معنا في قناة المعلم محمد هلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي العسل، طالع منها سوس وقرف. الله أكبر. شوفوا بقى يا جماعة كمية السوس وكمية الضوافر اللي طالعة من رجل البقرة، يعني ده حرام والله. فيا ريت يا جماعة الناس اللي حدها بهايم ما تسيبهاش كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنساش تشترك في قناة المعلم محمد هلال، تشجيعك لنا.
وتفعل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.